لكن الله سبحانه وتعالى ما حرم اللي حرمه إلا لأنه سينعكس علينا احنا، ويقولنا سينعكس عليكم، والإسراف سينعكس عليكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ماذا يا رب؟ لا تقنطوا من رحمة. وكأن الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا أن عاقبة هذا الإسراف عاقبته القنوط، مرض القنوط. لا تقنطوا من رحمة، ويقول لك هنا لا تقنطوا من رحمة الله. عندما يتذكر الإنسان بعد توبته ويتذكر ما كان فيه من الموبقات، قد يأتيه الشيطان ويقول له خلاص أنت مو ما أنت باغي الجنة بعد اللي سويته، أنت باغي كذا بعد، وكأن الشيطان هو رايح للجنة لكن يبغاك أنت ترى أنك تصل إلى القنوط، يريدك أن تصل إلى القنوط. والله سبحانه وتعالى عشان يعني يهديك وعشان يعطيك الشيء يعني الذي يريحك، يقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا على أنفسهم، ما أتت يعني لفظة الإسراف إلا ربما في فرعون وقوم لوط. والله سبحانه وتعالى ينسبك إليه، حالك حال بقية الصالحين. قل يا أيها المسرفون، قل أيها المجرمون، قل أيها الزناة، قل أيها العاقون، قل لو قال لصدق، لو قال لصدق، ولكن انظر رحمة الرحمن، انظر رحمة الرحيم، انظر هذه المناداة التي كلها حب وكلها شفقة وكلها رحمة بك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، شوف يطمنك، يقول لك لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. مو يعني أنت مسوي من الذنوب لا ترى، قال لك مدام أنك رجعت لي لا تخاف، كل الذنوب تغفر. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويأكدها بعده إنه هو الغفور الرحيم. يعني يقول لك شيطان ما يلك توبة، بس عود إلي وأنيبوا إلى ربكم. الله الله، ما أرحم الله وما أحلم الله وما أكرم الله، ما أحلى نداء الله. يقول له يا رب ما تقول للتقي إذا قال إذا ناداك يا رب؟ قال أقول له لبيك. قال وما تقول للتائب إذا جاءك منكسرا إذا قال يا رب؟ قال أقول له لبيك لبيك لبيك. فانظر 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 هذه الرحمة، انظر إلى هذا الرب الغفور الرحيم الكريم الولي الحميد الذي يدعوك ويخاف عليك. يعني ما حرم إلا شفت أنت النتيجة اللي جات عليك بعد ما ارتكبت. الحين تقول يا ليتني ما ارتكبت. الله سبحانه وتعالى من البداية كان يقول لنا لا ترتكبوا، لأنه كان عالم بما سيأتي علينا.